الدنيا شتا شتا، وكأن المصريين يعني نسيوا ان احنا في فصل الشتا، فتلاقي الناس كلها كل يوم يقولك ايه الجو برد، الدنيا برد قوي، علشان طبعا احنا كنا يمكن في يناير تقريبا شمس كانت ساطعة طول النهار، وبالليل كان في شوية ساقعة لطيفة، لكن يبدو انه فبراير دخل بالشتا. بس ترجع كده ورا وتقول انه احنا المصريين عندنا اللمة، يعني كده وانا بتنقل تلاقي كده في الشوارع، تلاقي كده اهالينا وعمالنا، تلاقيه عامل الراكية وقاعد يتدفى مع الناس بتوعه، كوباية الشاي السخنة بتاعة المصريين، العائلات نفسهم تلاقيهم بيجمعوا كده، والشتاء بيلم الناس، بيعمل لمة، وبيعمل لمة كده فيها حميمية، يعني الناس بتبقى حاسة يقولك ايه لا الجو برد، لا خلينا في البيوت، خلينا نلتقي، فربما يكون فعلا هو بيجمعنا. وهتلاقي حال الناس مختلف، يعني احنا المصريين عموما يعني في الصبح تلاقي ناس لابسه تقيله قوي، تلاقي ناس لابسه خفيفه قوي، وبعدين تيجي بالليل الشكوى والناس كلها. بس يبقى حاجه دايما مع الشتاء لطيفه، بتوع البطاطا اللي ماشيين في مصر دول تحس ان هم فعلا طقس مصري 100%، موجودين في كل الأماكن، وإحنا المصريين مع كل اختلافاتنا وكل فئاتنا، لكن بنتفق جميعا على كم حاجة كده لطيفة وحلوة بنبقى عايشينها، وسواء الناس ماشيين وبيقعدوا ويقضوا، وبعدين تلاقي بقى إيه الناس يعني بالذات يعني عيد الحب كان من يومين، الناس بتدور على أغاني برضو إيه ما بين الشتاء وما بين كده فيها رومانسية، مع إنه أحيانا كان يقول لك إنه الشتاء مش رومانسي لأنه برد وصقيع، وناس تانية تقول لا بالعكس ده منتهى الرومانسية. أيا كان الشتاء احنا عندنا هنا في الاستوديو شتاء طبيعي لأنه التكييف بيبقى ساقع عشان الماكينات، فاحنا دائما عندنا هذه، بس اللمة بقى لمة زملائنا والمصورين وكده بتخلي كل حاجة تعدي. طيب على الأقل كده خلينا نبدأ وناخد إيه دفء الكلام، دفء الكلام بمشاهدينا. ليلة خميس بنلتقي فيها، يا رب كل سنة وانتم طيبين، والإسراء والمعراج، ويجعل كده الأيام اللي جاية فيها خير، فيها بركة، فيها إن شاء الله نعدي من كل شيء بخير وبركة بإذن الله. تعالوا بقى نبدأ الجد ونبدأ كلامنا. ضمن الاجتماعات الدورية لمتابعة بقى خطوات دعم ملف الصناعة، عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية. وأشار مدبولي أن العمل على توفير الأراضي الصناعية بيسهم في جلب مزيد من الاستثمارات الجديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى اللقاء الذي عقده أمس مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وتم خلاله بحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية والتوسع في الاستثمارات القائمة بالفعل، مكلفا بسرعة توفير الأراضي الصناعية التي طلبها عدد من المستثمرين الأتراك خلال اللقاء. الحقيقة انت يعني انا بتشاهد انه الحكومة بتتحرك في مجالات كثيرة جدا، يعني دكتور مصطفى مدبولي يمكن كمان من يومين كان موجود في يعني في المنطقة في المحلة ومصانع الغزل والنسك، وانا الحقيقة عجبني في اللقاء حاجة، عجبني بانه انت يعني تتحدث الان الحكومة مش بس على الاستثمارات ولكن على طريقة إدارة المؤسسات الكبيرة وإدارة المصانع الكبيرة، لأنه الإدارة الحديثة هي اللي بتخلي عندك منتج متميز، وبتخلي عندك أداء زمني تقدر تخرج بيه بمنتج متميز، وده اللي بتسعى ليه الحكومة بشكل كبير، إنه مش بس إحنا دلوقتي بنشتغل في استثمارات، أو إن إحنا بنفتح آفاق كمان إن القطاع الخاص يدخل، أو إن إحنا نشجع كمان المؤسسات الدولة نفسها، ولكن فكرة الإدارة الحديثة، الإدارة الحديثة بكل ما فيها جداول زمنية، دقة، أرقام، معلومات، جدية، إتقان، كل ده بيخلي فعلا المنتج اللي انت بتشتغل عليه منتج مختلف في النهاية، لكن الترهل والقدم والطريقة اللي هي بتاعت إدارة الأشياء بالبركة وإن شاء الله نعديها وإن شاء كل الكلام ده جميل جدا، ولكن ده لم يعد يعني يصلح في مصر الحديثة بأي شكل من الأشكال. ببقى سعيدة كمان لما تكون الحكومة مترجلة، يعني إيه مترجلة؟ يعني بنشوف دلوقتي يعني سيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بنفسه بيتجول وبيبقى موجود في المصانع وموجود في أماكن كثيرة، لأنه مش بس إن إحنا نبقى موجودين في الاجتماعات، لكن على أرض الواقع
الصورة بيبقى شكلها مختلف، وأيضا الحوار شكله مختلف، وإنه كمان يدلي بمعلومات من أرض الواقع توصل للمواطن في كل مكان، أعتقد هيبقى فيها دقة شديدة جدا. فاصل، وبعد الفاصل هيكون عندي فقرات كثيرة جدا تنتظركم في يوم الخميس، أرجوكم ابقوا معنا، تفضلوا. اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه. تعالوا كده نطمنكم في الاول عن العالم بيتكلم النهارده عن فيروس ماربرج، وده اسم الفيروس، وده بعد اعلان منظمه الصحه العالميه عن وفاه 9 حالات في غينيا الاستوائيه. فيروس ماربرج هو المفروض انه مش فيروس جديد خالص، هو معروف سابقا ببساطه باسم حمى ماربرج النزفية، يعني اللي بيحصل إنها حمى نزفية فيروسية، وهي شديدة العدوى، بتنتمي إلى نفس عائلة مرض فيروس الإيبولا، وتم اكتشاف المرض ده سنة 67. طيب إذا كان هو يعني من عائلة الإيبولا أو بيقترب منها، ربنا يكفيكم كل شر ويبعد عن مصر كل شر. وطبعا حالة من الجدل كبيرة جدا، وزارة الصحة عندنا الحقيقة يعني أخذت إجراءات سريعة علشان تطمئن الناس، وإحنا بناخد نفس الإجراءات في التاسعة لطمأنة الناس، بدل ما يبقى في كلام وانتشار كلام ملهوش أي معنى. عاجل جدا قطاعات الوزارة كلها الحقيقة أدركت وتحدثت عن هذا الموضوع، ولكن خلينا كده نروح ل يعني دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة علشان هو يطلعنا بنفسه عن هذا المرض وما نفته وزارة الصحة المصرية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير استاذ شفقي، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. مساء الخير يا فندم. يعني هذه هذا الفيروس اللي برضو احنا كل يومين بيطلع لنا حاجه، تيجي من اوروبا، تيجي من الصين، تيجي من افريقيا، كلمنا عن ماربرج النزيفي ده، حكايته ايه بالظبط؟ يعني زي ما حضرتك ذكرتي في بدايه المقدمه انه ده فيروس من عائله الايبولا، تم اكتشاف اول اصابه به في سنه 1967 في المانيا وصربيا. في شهر يوليو تم اكتشاف حالات في غانا، ولهذا أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه فيروس مثير للقلق وبيتم دراسته. هو فيروس يصيب، ينتقل أصلا من الحيوان ويصيب الإنسان. طرق العدوى ليست تنفسية، يعني لا ينتقل عن طريق الهواء والرذاذ، وإنما ينتقل من خلال ملامسة سوائل الإنسان المصاب به أو الحيوان المصاب به، وبالتالي فهو ليس سريع الانتشار، وإنما يحتاج إلى ملامسة للسوائل، سواء كان دم، سواء كان إفرازات، سواء كان مخاط، وبالتالي احتمالية انتشاره بشكل وبائي كبير ليست مرتفعة، لكن لأنه إذا تم اكتشافه متأخرا أو تأخر يؤدي الى الوفاه، فمن المهم ان يبقى في اجراءات احترازيه. الحمد لله احنا ما عندناش اي حالات في مصر، لكن وزاره الصحه للحفاظ على مصر خاليه قامت برفع درجه الاستعداد في المنافذ، سواء كانت بريه او بحريه او جويه، وفي نفس الوقت رفع درجه الوعي لدى الساده العاملين في القطاع الصحي، في المستشفيات الصحه، في المستشفيات الخاصه، في المستشفيات الجامعيه، بطرق الاشتباه، التشخيص، اليات العلاج وما الى ذلك. طب السؤال هنا اللي هيساله اي حد بيسمع حضرتك يا دكتور، هيقول هو بيبان ايه على الشخص؟ يعني هي بتبقى حمى بيجيله نزيف على طول، ولا هو بيبان عليه اعراض استباقيه؟ حمى
ارتفاع، يعني ارتفاع في درجة الحرارة، إسهال وصداع وإعياء عام، ثم بيحصل بقى لا قدر الله إذا تطورت الحالة النزيف الداخلي وما يترتب عليه من أثار. طيب يعني حضرتك طمأنتنا، واحنا بنؤكد من خلال كلام حضرتك بانه لا يوجد اي حاله من هذه الحالات موجوده، ووزاره الصحه تاخذ كل الاحتياطات والاجراءات في المنافذ المصريه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزاره الصحه. ودايما دلوقتي هتلاقوا ان كل الحاجات ليه الناس بتقول بتنتشر، لان احنا بقينا عايشين كلنا في عالم واحد، فاي خبر بيطلع من هنا بيطلع من هنا، طبيعي جدا هذا الانتشار، ولكن الأفضل هي سرعة الطمأنة اللي حصلت من وزارة الصحة. طيب تعالوا كده نروح معاكم ونشوف كده، يقال بقى بما ان احنا بس شهر فبراير، شهر فبراير مش بس برد زي ما بدأنا، لكن شهر فبراير هيكون صعب على العالم فيما يتعلق بالطاقة، وانتوا عارفين ان احنا عندنا مشاكل كبيرة جدا في الطاقة في العالم. من يومين نشرت صحيفة الإيكونوميستا الإسبانية تقرير قالت فيه الإيكونوميستا إيه؟ إن فاتورة الدول الأوروبية لحماية المنازل والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة وصلت لما يقرب من 800 مليار يورو، رقم طبعا كبير جدا. الواضح إن في أزمة وقود طبعا، وإحنا عارفين وعارفين إن الأزمة دي موجودة بقالها فترة في أوروبا بشكل كبير، بتواجه دول زي إيه؟ بتواجه دول زي بريطانيا، هولندا، ألمانيا، وده كمان بعد قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استخدام الديزل الروسي، وده طبعا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية ده حصل كمان. الأزمة دي كمان يعني هتنتهي يعني سريعا، والعالم هيشهد زيادة في أسعار الوقود حتى في المنطقة كمان العربية، وده شيء طبيعي، ما هو ما يحدث زي ما اتفقنا ما يحدث في أوروبا وفي العالم طبيعي جدا، المنطقة العربية هي كمان لأن احنا بنتعامل في نفس الأشياء تتأثر. خلينا ناخد مزيد بقى من الكلام ونعرف ايه اللي هيحصل بالظبط في شهر فبراير تحديدا، وايه الارتفاعات اللي احنا شايفينها. خلينا نروح للدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا دكتور، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. يعني أنا أول ما أشوف حضرتك يا دكتور أعرف إن إحنا محتاجين نعمل شوية تحليل كده ونشرح للناس. دلوقتي إحنا أمام يعني ما يحدث سواء بالنسبة للطاقة وما يحدث من أزمات موجودة في أوروبا بقالها شهور، ولكن لماذا تحديدا في شهر فبراير؟ والله يا فندم بسمحي اولا كل سنه وحضرتك طيبه وكل العالم طيب. كله طيب بمناسبه الاسراء والمعراج، ويا رب مصر تبقى طيبه وفي احسن حال يا رب. خلينا نقول مش من شهر فبراير بس، لا ده مؤتمر دافوس اللي فات العديد من خبراء الطاقه اطلقوا العديد من التصريحات حوالين ان في احتماليه تراجع لمستويات الطاقه الانتاج يعني والمخزون، ده اللي هيكلف العالم ارتفاع في فاتوره الطاقه وفي فاتوره الاسعار عالميا. تمام. ده جانب، ده شق. طب مؤتمر دافوس يعني ابتدى يكون في تخوف وبيبتدوا ينصحوا العالم. تمام. على الجانب الاخر لا يخفى على حضراتكم العقوبات اللي بتفرض على روسيا، ويعني في مقابل الحرب في اوكرانيا خفضوا طبعا الكثير من الانتاج او طلب الانتاج من روسيا، فابتدت فاتوره الاسعار في العالم ترتفع. طبيعي. التخوف الثالث، وكان لي الشرف ان انا كنت مع حضرتك وقلت الكلام ده، اذا كانت الصين خلاص اطلقت ان هي هتبتدي تفتح جزئيا المجال الجوي او مجال الانتاج وحركه التصدير زي ما اعلنت كده من شهر يناير الماضي، يبقى هيكون في طلب زياده على حركه الطاقه. صحيح. فاتوره الاسعار هتزيد اكتر. صحيح. وكمان اللي احنا بنشوفه دلوقتي ان منظمه الاوبك قالت لك مش هتزود الانتاج سواء الاوبك او الاوبك بلس، فالاسعار بتزيد اكتر. التخوف في العالم كله من جراء حتى الشتاء اللي احنا فيه، وبنقول ان احنا داخلين على مرحله صعبه، ده خاصه في القاره الاوروبيه، فالطلب بيزداد اكتر طبعا، وده اللي احنا بنشوفه في بعض الدول العربيه. هل تتخيلي حضرتك رغم الازمه دي كلها مثلا في لبنان تجاوز اللتر البنزين هناك اكتر من مليون ليره واكتر من ذلك. تمام. الاردن نفس الحكايه، ده لسه يعني انه نفس التاثير ده هيبقى مردوده موجود بقى في الشارع العربي والمنطقه العربيه. ده في العالم كله يا فندم، بس انا بدي النماذج العربيه لان جمهورنا الكريم اكيد اللي متابعينا في لبنان طبعا. او في الاردن
كلهم يعني بيشعروا بهذا الألم الكبير من جراء ان في تغير في اسعار الطاقه. أيوة. ولكن الحمد لله لغايه دلوقتي ما عندناش تغير في سعر البنزين او السولار، يعني احنا مثبتين لغايه دلوقتي. كان اخر مره في اكتوبر تم تثبيت صحيح. من لجنه التسعير التلقائي للطاقه يعني، والحمد لله احنا اجتزنا مرحله جزئيا، ولكن تخوفنا من العالم لان الطاقه دي داخله في الكهرباء. ايوه طبعا داخله في وسائل النقل اللي هي الحقيقه يعني التجاره العالميه، وكمان داخله في كثير من المشروعات للمياه وطبعا للمصانع والانتاجيه وما شابه ذلك. طبعا فالعالم كله يا فندم النهارده اكيد حضراتكم تعلموا جيدا فخامه الرئيس في الامارات من يومين صحيح، وتحدث امام الحكومات، وكان حديثهم الشاغل برضو امام العالم كيفيه التغلب على التحديات العالميه منها الطاقه. حقيقي عموما يعني خلينا كده نحن يعني نتابع كل ما يحدث، ونتمنى كده ان الدنيا يكون فيها بس اي ايه بارقه امل بان تهدأ هذه الازمات. اكيد هتهدأ، ولكن يعني علينا ايه الصبر شويه. الخبير الاقتصادي شكر حضرتك شكرا جزيلا. احنا حبينا نروح بقى بشكل اجتماعي، يعني برضو انت لما بتسال خبير اقتصادي واستاذ غير لما تروح لمواطن عايش بقى بيشوف كل يوم في وسط الناس وسط الشارع انطباعات اللي بيحصل. المواطنين بيبقى لهم كمان رؤية لأن هم اللي بينفذوا. الدنيا غالية فبتقع عليهم، الدنيا بتتحسن تقع عليهم. فخلينا نروح كده لهولندا وناخد مواطن مصري يعيش هناك، أستاذ سامي جمعة. مساء الخير يا أستاذ سامي. أهلا، مساء الخير حضرتك. مساء الخير على حضرتك وحضرتك وحضرتك بألف خير. يعني كنا بنتكلم عن ارتفاع أسعار الطاقة اللي موجودة في أوروبا، فكلمنا بقى يعني أنت مواطن مصري وعايش في هولندا، كلمني عن الحال عامل إزاي، يعني الناس بتتعامل إزاي لارتفاعات التصرف في الحكومة، إيه اللي بيحصل بالظبط؟ والله احنا اللي عندنا حصل الفترة دي السنة دي بالذات من فترة بالظبط الحرب ودلوقتي مع روسيا واوكرانيا، ودي بقى لها تقريبا سنه، هي حصل في 2 فبراير تقريبا او 4 فبراير شهر فبراير من سنه دي. احنا حصل عندنا ارتفاع تقريبا لا يقل عن حوالي 40% من اسعار الوقود والطاقه عامه. تمام. يعني احنا عندنا مثلا لو انا دخلي باخد مثلا 2000 يورو في الشهر كنا بندفع مثلا في حدود 400 يورو غاز كهرباء ميه. بتدفع كنت بتدفع 400 يورو كهرباء وميه. بالظبط يا فندم. الكلام ده كان يعني ربع دخلك تقريبا. تقريبا ربع دخلي. دلوقتي بقى اكتر من نص دخل. احنا بندفع مثلا في حدود 900 800 900 ده تقريبا نص دخلك او اكتر كمان. تقريبا يا فندم. تقريبا نص دخلي تقريبا يعني. ودلوقتي الطاقه عامه البنزين كنا بندفع يورو 60 في اللتر، دلوقتي وصل 2 يورو، ومن حوالي شهرين كان ب 2 يورو ووصل 2 يورو ونص. فدي طبعا كان مبالغه كبيره جدا في السعر طبعا وفي ارتفاع الاسعار، فدي اثرت في كل حاجه، فاثرت في النقل، اثرت في ان احنا نروح نعمل سوبر مثلا طبعا اللي كنت بعمله مثلا في حدود 10 يورو ادفع فيه دلوقتي 16 و17 يورو طبعا. كان في نقص حاجات كتير في السوق في منتجات كتير. انا سمعت كمان انه حتى التدفئه الناس ما بقتش تعمل تدفئه كامله طول اليوم. لا يعني طبعا ما بقتش الناس خلاص لازم ترشديها. طبعا يا فندم احنا ما كناش نقدر، احنا كان الطبيعي بتعمليها على حوالي في حدود مثلا 20 درجه اللي هو تدفي البيت، انت دلوقتي بتحاولي تخليها تنزلي على 16 15 ايوه عشان تقلل بالظبط استهلاكك للميه الغاز، الحاجات دي كلها كانت بتفرق معانا كتير جدا. طب بالنسبه استاذ سامي بالنسبه للبنزين والوقود، انا عارفه انه في اوروبا زاد كذا مره، يعني حتى من الفتره اللي قبل الازمه ودلوقتي زاد بعد الازمه الروسيه الاوكرانيه. دلوقتي الوقود كان مثلا احنا بندفع في حدود يورو ونص يورو 60 في اللتر بنزين. كام بتدفع كام؟ يورو 60 سنت يعني يورو 60 تقريبا. يورو ونص مثلا. يورو دلوقتي احنا بندفع مثلا اكتر من 2 يورو، وده برضو فرق كتير في ان انت بتستعملي العربيه بتاعتك طبعا بتستهلكي وقود، فكل ده بقى ضغط عليكي التنقل بشكل عام بتاعي. يعني حتى اللي بينقل بضاعه التنقل بشكل كل عام حاجة ذات. كل حاجه زادت يا فندم. يعني احنا بنروح نعمل السوبر بتاعنا، بقول لحضرتك اللي كنت بتجيبيه ب 100 ممكن تدفعي دلوقتي 160 170 يورو، ده لو لقيت كل حاجه موجوده ومتوفره.
كان في فتره مثلا ما فيش زيت هناك. مثلا تروحي السوبر ماركت عايزه 2-3 زيت، انت ليكي واحده. يعني كان في نقص في حاجات كتير جدا. دلوقتي بدات تتوفر بس سعرها غالي جدا. كل المنتجات غليت جدا. لان النقل يعني كل حاجة يعني حتى لو متوفر بس سعره غالي جدا، فهيبقى الناس برده ما فيش اقبال لانه السعر الغالي هيقول ان انا مش هقدر مش هاخده. يعني في حضرتك غصب عنك في حاجات انت ضروريه، حاجات اساسيه تستخدميها، حاجات اساسيه ما تقدريش تستغني عنها. اكيد. يعني مثلا لو كان ازازه اللتر كان الزيت مثلا بايرو، دلوقتي بقى ب 4 يورو. 4 يورو ازازه الزيت. ازازه الزيت اللي هي الازازه العاديه يعني. فده فرق كبير. احنا بنشتغل بقى في حاجات جمله. طبعا. كنا بنجيب اللي هي الجيركن ال 20 لتر كنا بنجيبه في حدود 33 يورو، دلوقتي بقى ب 90 يورو. يعني ففي فرق كبير جدا. لا فرق كبير طبعا. كل منتج طبعًا عندك لازم تزوديه عشان أكيد تعرفي تعيشي. يعني لو كان مطعم الاسعار كلها زادت في كل حته، وده غصب عنهم وغصب عننا. يعني أكيد. احنا بنتمنى الامن والسلامه وسامي يعني تعالى كده في حضن مصر، الدنيا برضو بتعدي هنا رغم اي ازمه كلنا بنعديها. بشكرك جدا ونتمنى السلامه لكل مواطنينا ونتمنى لينا السلامه، لانه الازمات زي ما انتم شايفين يعني في العالم كله. الاستاذ سامي جمعه مواطن مصري يعيش في هولندا، بشكرك جدا. وزي ما انتم شايفين خلاص العالم كله بقى يعيش في قريه او في بلد او في مدينه واحده، كل الازمات هتلاقيها زي المرايه يعني تقلب هنا تروح هنا، كلنا عايشين في نفس الـ 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 الأزمة نفسها. علينا بقى ان احنا النجاح من الأزمة هو التفكير ازاي انا اقدر اعدي، لان كل حاجة بتعدي وهنعدي، يعني مش هنقف عند كل ده، هنعدي اكيد. خليني اخدكم في حاجة كده فيها بقى شوية فن على تاريخ، على خليني اكلمكم عن الأفلام الوثائقية. في ناس كتير تقول لك ايه طيب هي الافلام الوثائقيه دي، يعني الافلام بتبقى ايه اهميتها؟ لا اهميتها كتيره. بلد زي مصر مثلا انت عندك حضاره وعندك تاريخ وعندك ازمنه كتيره مرت عليك وعندك مواقف وعندك ازمات وعندك ثورات وعندك حاجات كتير. لما انت تفضل يعني عايش، لما انت تعمل توثيق بالصورة وبالكاميرا والصوت والتاريخ والمعلومات، فأنت بتعمل توثيق لحقبة زمنية أو وقت معين زمني، لثورة، لموقف، لظاهرة، لآراء، لحقبة سياسية معينة، لآراء كتير مختلفة، ما يحدث في الشارع المصري، وأيضا للتاريخ يعني حضارة مصر والآثار اللي موجودة وما مر عليها وأشياء كثيرة جدا. فكل ده بيبقى مهم جدا ان انت تعمل له نوع من انواع التوثيق المختلف. احنا كتير قوي كنا بنتفرج على افلام وثائقيه في محطات كتير، وكتير حضراتكم كمواطنين تقولوا معقوله ده ما بيحصلش عندنا؟ الناس دي جايبه الكلام ده منين؟ وايه اللي بيحصل؟ اشمعنى مصر؟ مصر يعني ماده جاذبه جدا بكل ما فيها من اشياء. خليني كده اخدكم واقول لكم انه اوريكم كده برومو. برومو ده لقناة مهمة جدا هتنطلق بإذن الله يوم الأحد المقبل، الوثائقية الجديدة، وبتستعد فيها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاقها يوم الأحد 19 فبراير، وده هيكون الساعة 8:00. القناة الوثائقية دي اللي احنا بنتكلم عليها هيكون فيها تدقيق النظر في كل الأوراق والملفات والتحقيقات وأوراق التاريخ، بالإضافة إلى عرض تسجيلات نادرة لم تخرج بعد إلى النور. وده هيكون كمان مش بس هتقتصر على ده، لكن هيكون أنت عندك الفرصة أن أنت تتفرج يعني تشوف العالم بعينيك، تشوف التاريخ، تشوف الحقائق، تشوف الآراء من غير ما تسافر. يعني أنت كل الشهادات هتجيلك من قلب الحدث، من أماكن كثيرة جدا، ومن على أصحاب ألسنة يعني ألسنة أصحابها. فأنت طول الوقت هتسمع الحكايات من الأماكن بتاعتها ومن أصحابها، وهتتعرف على كل شيء. خلينا كده نتعرف على هذا المشروع وعن قرب من المخرج والأستاذ شريف سعيد رئيس القناة الوثائقية، ويعرفنا على مزيد من التفاصيل. مساء الخير أستاذ شريف. مساء الخير، أنا مبسوط أن أنا معاكم على الهواء. أولا مبروك مقدما،
ومبروك ان احنا يعني هنشوف بقى افلام وثائقيه مصريه تحت مصريه دي كذا خط، ونعرف منها التاريخ بدل ما بناخده من قنوات اخرى. مبدئيا الله يبارك فيكي، مبروك علينا جميعا، ونتمنى ان شاء الله ان هي تكون باذن الله بنبذل قصارى جهدنا انها تبقى تجربه محترمه وبدايه ترسيخ لوجود الاعلام المصري في هذا الحقل من خلال اول قناه وثائقيه يعني اول قناه مصريه وثائقيه. مصر عمرها ابدا ولا كوادرها الفنيه كانوا بعاد عن هذا المجال. مصر راسخه في المجال ده من بدايات القرن العشرين. صحيح. بس ما كانش فيه قناة متخصصة في الصناعة الوثائقية. كان الإنتاج بشكل عام بيبقى بشكل منفرد. كان القنوات الأخرى في الإقليم اللي أسست قنوات وثائقية كان كل إنتاجها عن طريق كوادر مصرية. صحيح. في الأساس وقايمة في الأساس على الحكايات المصرية. صحيح. فبداية الحلم ده كان فبراير 2018. كنت أنا وصديقي العزيز الإعلامي أحمد الدريني اللي هو حاليا رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة. لما حلمنا كده بالمشروع ده وأسسنا وحدة الأفلام الوثائقية من 2018. تمام. وابتدينا فردين بس، ومع من 2018 لغاية دلوقتي ابتدى التجربة تكبر شوية شوية وعدد الأفلام يزيد، والحمد لله التجارب كلها يعني حظت بإشادات واسعة سواء من المتخصصين أو غير المتخصصين، من الجمهور العادي أو في الصحافة ومختلف وسائل الإعلام، وتعدينا 50 فيلم وثائقي. تمام. أنا عايز أعرف، اتفضل. ارتقت الشركة المتحدة بعد كده توسيع التجربة، وإن احنا نتحول من وحدة الأفلام الوثائقية لقناة الوثائقية. وده كده يعني باختصار اللي حصل على مدار الفترة اللي فاتت. وكان همنا الأول من أول ما ابتدينا المشروع ده من 2018 إن ألا نترك الرواية المصرية للآخرين. صحيح. وألا نترك تاريخنا نهبا، خصوصا في معركة الوعي. تمام. احنا الأجيال الجديدة وأطفالنا حتى المراهقين واللي في أول مطلع الشباب متروكين للمنصات. صحيح. مختلف المنصات، ويعني حضرتك عارفة دس السم في العسل. طبعا. عشان كده بيصدروا لنا تاريخ غير التاريخ. طبعا. وبعدين انت كمان يعني احنا كشعب مصري عندنا هذه الحضارة والتاريخ والحقب الزمنية المختلفة، يعني كمان يعني احنا لنا الحق ان نحكم على يعني ما دار على ارض مصر من وجهة نظر مصرية ومن مواقف مصرية، يعني ما يكونش عندنا حد بيروي حكايتنا وكمان يضع وجهة نظره. ما هو عارفة دايما ايه، كان جوبلز وزير اعلام النازي يقول لك اكذب ثم اكذب ثم اكذب لغايه لما هتلاقي حد يصدقك. صحيح. اللي هو من كتر ما اتعود على الكذب. طيب انا بالضبط. انا 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 عايزه يعني ابسط دلوقتي المشاهد اللي بيتفرج دلوقتي على حضرتك وبيسمع رئيس القناه وهو بيتحدث. انا دلوقتي مواطن مشاهد. تمام. انا انت كده قول لي انا هتفرج على ايه؟ او هتقدم لي ايه طول اليوم؟ هشوف ايه؟ طيب مبدئيا لما كثيرين يعني بيسمعوا كلمه فيلم وثائقي بيخيل اليهم ان الفيلم الوثائقي ده فيلم تاريخي. طبعا التاريخ رافض من روافض الانتاج الوثائقي، لكن ليس كل الروافض. بمعنى
الفيلم الوثائقي مشتبك مع الموضوعات التاريخية، الموضوعات الفنية، العلم، الرياضة، صحيح. كل مختلف المجالات. صحيح. طيب احنا هنقدم ان شاء الله للمشاهد المصري والعربي جرعة متنوعة من أفلام تاريخية ورياضية وفنية وعلمية و و و سواء منتجة في الداخل تمام أو مستحوذ عليها من بيوتات الإنتاج العالمية في هذه الصناعة. يعني كمان جايبين أفلام وسلاسل وثائقية من مختلف أنحاء العالم، من النمسا، من سويسرا، من بيرو، من المملكة المتحدة. يعني مثلا أنا كمشاهد مثلا هتفرج مثلا تاني على الحرب العالمية الأولى والتانية بشكل أو بآخر، أنا هشوف ثورات مختلفة، هشوف تقييم وآراء شهادات مختلفة، يعني هشوف أشياء مختلفة. من أول شخصيات أفلام وثائقية عن شخصياتنا المصرية، نجيب الريحاني، يوسف إدريس، الأستاذ محمد حسنين هيكل. لا أنت عندك ده أنت تقعد تعمل قنوات على كل اللي عندنا. طبعا أصل كل اللي كان بيشتغل صحيح. بيشتغل علينا إحنا صح. إحنا أنا الأوان نشتغل على نفسنا بالظبط يعني تمام. لا وتعيد لأصحابها لتعيد لأصحابها حقهم في أشياء كثيرة تم العالمية الثانية وهتلر كما لم تشاهده من قبل، وصعود الحزب النازي والحرب الأمريكية في فيتنام وأمريكان براين تايم وصديق الدب وأفلام عن الطبيعة وأفلام عن الغابات كل ما تتخيلين. هناك أيضا نقطة، لأن إحنا كمان أعتقد إحنا بشوف إن إحنا أستاذ شريف إحنا جيل كمان أو مواطن دلوقتي، يعني جيل بيرى الحقائق يعني يشهدها زي ما شاهدنا جميعا ثورة 30/6 وشفنا ما حدث، وكمان بنشوف الأحداث بعد كده. يعني مسلسل زي الاختيار أعتقد في نسخته الأخيرة في رمضان الماضي كان فيه شكل ما بين الدراما والتوثيق، فأعتقد الحلقة الأخيرة من الحلقة بالظبط، يعني الحلقة الأخيرة أعتقد أنها ممكن تبقى موجودة عندك دي انتكو اكيد. ايوه تبقى دي موجودة عندي. كنت مخرج الحلقه كمان طيب يعني ده كمان هيخليني اقول انه حضرتك تتحدث عن الجيل اللي موجود اللي بيتم برضو عرض اشياء كتيره، على فكره مش بس في افلام وثائقيه، في منصات بتعرض افلام عاديه، افلام روائيه، ولكن بتبص يعني في كده داخل الافلام قصص وحاجات عن تاريخنا وعن حضارتنا من وجهة نظرهم. فهنا هيكون عندك رد، عندك عين بتتابع كمان ما يحدث على الهواء من أشياء. جزء دايما من شغل أي قناة هو مشاهدة القنوات الأخرى المماثلة أو المنصات، وبتعمل لها تحليل مضمون. تمام. لازم تعرفي الآخرين بيقدموا إيه. تمام. وعايزين يقولوا إيه. وانت عايزه تقولي ايه، وهم بيقولوا عنك ايه، وانت عايزه تقولي عنهم ايه. صحيح. لان في النهايه الفيلم الوثائقي كقالب فني هو ذراع من اذرع القوى الناعمه. تمام. هل هيكون في افلام بقى عن ما حدث من ارهاب سواء في مصر او في العالم العربي او في العالم بشكل عام، تحليل اراء شهادات؟ اقول لك مثلا احنا النهارده افصحنا عن قطعه من قطاعنا اللي هتظهر في اليوم الأول، وهو الحوار مع أمير حدود داعش. تمام. ما سمي بتنظيم الدولة. تمام. حوار من ثلاث أجزاء، حوار أجريناه عبر صديقي أحمد الدريني مع فهمي الأسود أو هيثم عبد الحميد أو رشيد المصري، كلها أسامي مختلفة لشخص واحد بعد وقوع في قبضة السلطات المصرية. تمام. تم إجراء هذا الحوار الحصري معاه، ده حوار مليء. ده اللي هيبقى موجود في يوم افتتاح القناة، هذا الحوار الحصري إن شاء الله يوم الحد الساعة 9 مساء. الحد الساعة 9 مساء هتكون الحقيقة بعيون مصرية. فأنا يعني بشكرك واتمنى لك التوفيق، وهنيجي نزورك برضو كده ونشوف القناه وننقلها للمشاهدين.
بشكرك. الاستوديو المصري شرفنا. أكيد أنا بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى التوفيق والتوثيق في نفس الوقت. المخرج شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية التي ستنطلق بإذن الله يوم الأحد المقبل في الساعة 8 مساء 19 فبراير، وهي يعني أحدث قناة بتنطلق من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي فكرة التنوير، فكرة إن أنا أحافظ على الوعي، فكرة إن أنا أبقى عارف اللي بيحصل أو إيه اللي حصل في بلدنا وعلى أرضنا ومن ناسنا وأحداثنا ووجهة النظر المصرية، لأنه كمان وجهة النظر المصرية دايما مرتبطة بأشياء كثيرة جدا، مرتبطة بنظرة عامة على ما يحدث في العالم، ما يحدث في المنطقة العربية، ونظرة أيضا موضوعية، لأنه مصر في وضعها السياسي ووضعها الاجتماعي ووضعها بشكل عام في العالم تنظر إلى الأشياء بشكل وسطي جميل، ما عندهاش مشاكل مع حد، فبالتالي دايما هتلاقي وجهة نظرها صحيحة صادقة 100%. أتمنى إن شاء الله تكون قناة ممتعة، وزي ما قال رئيس القناة مش بس هيبقى فيها تاريخ وسياسة، هيبقى فيها حاجات لطيفة وحاجات اجتماعية، وتشوفوا بقى حاجات عن الأدباء بتوعنا وفنانيننا ورموزنا وحاجات كده لطيفة وتستمتعوا إن شاء الله، وأنا متأكدة إنها هتكون قناة ممتعة. فاصل، بعد الفاصل هيكون عندي مجموعة من الفقرات بتنتظر حضراتكم ناخد وندي كده فيها مع بعض، وهيوم خميس لطيف تكون الدنيا برد، يبقى الأخبار والكلام يدفينا بشكل معنوي. فصل قصير وأعود واستكمل مع حضراتكم باقي الفقرات، أرجوكم عودوا إلينا. لأن الحكاية تستحق أن تروى بلسان أصحابها. هنحكي حدوتة؟ هي ما تتحكيش، هي لازم تتشاف. وحتى لا تنصهر القصة ولا تكون آفة حارتنا النسيان، عينك وودنك انتباهك كله تارجت. لأن أرض المعركة هي عقل الإنسان. دي كانت رسالة العملية الرئيسية، أننا أصبحنا القوة رقم واحد. هل قتلتم الرجل؟ قال نعم وكان مبتسما. لأن للحرب على الإرهاب والتطرف وجوها كثيرة، يجعل فكره هو معيارا للهدى، معيارا للدين. هو يعرف كيف ينفذ إليك، متى يضرب من، حتى لا تشوه الحقائق. المعلومة أمامهم لكن لا يرونها، ولا تحرف الوقائع. ليه ندي الإخوان 48 ساعة؟ احنا يجب أن نسيح الإخوان الآن. ولا يزور التاريخ. قال بصراحة ما كناش متوقعين انكم هتعرفوا تدافعوا عن قضيتنا. معلومة مدققة. مصر أم الدنيا مش لأنها قديمة، لأن كان كل المتغاضين في العالم وكل الطموحين يجوا هنا عشان يبنوا نفسهم. ما تتخيلش فرحة الناس قد إيه لما ربنا كرمنا والمركب اتحركت وطلعت. دور اللي بتعمله قناة السويس وهي في نظر العالم عامل إزاي، والنقل البحري أهميتها إيه بالنسبة لك. الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. جورج أبيض، حمدي غيث، وعبد الله غيث، وامينه رزق، وسامح ايوب، وسناء جميل. تفاصيل جديده ممكن يبان عادي بس هو مش عادي. وهكذا هي مصر، وهكذا هم مبدعوها. الوثائقيه، القصه كامله قريبا. أهلا بحضراتكم. الآثار المصرية لأنها كنز، يعني آثارنا المصرية كنز، ولأنه العالم كله بينظر لمصر أهم ما ينظرون إليه هو آثار مصر. كمان في الداخل بقى عندنا هنا في بلدنا بتلاقي أنه في ناس كتير جدا عارفة طبعا قيمة الأثر وقيمة الآثار، وإزاي أنه ممكن تكون حاجة بسيطة جدا أو يعني قطعة أثرية بسيطة جدا تباع ب يعني آلاف ومئات والجنيهات وأكثر من كده بكتير. فحصل حاجة غريبة جدا، كشفت مصادر كده بوزارة الآثار في بني سويف مجموعة استخدمت حيلة جديدة للنصب. إيه بقى عملوا إيه؟ جهزوا مكان، المكان ده عبارة عن شكل مقبرة أثرية، وعملوها على شكل مقبرة كده، ويعني كانت منقوشة الجدران
ومرسومة بالكامل زي ما انتوا شايفين، ده الشكل ده هم اللي عملوه، وقعدوا يعملوا والأشكال والحاجات اللي على المقبرة، وحلي وحلي ذهبية وكأنها مصنوعة بشكل من السبائك الذهبية، وتماثيل دي كلها مصنوعة من الجبس، وعملوا وزي ما انتوا شايفين ألوان بقى وشكل ايه الآثار المصرية وأيضا الآلهة، وزي ما انتوا شايفين كده كل ده عملوه في قد ايه؟ عملوه في مده لا تزيد عن عام، يعني قعدوا سنه يعملوا ده، وحطوا جواها بقى تابوت من الجبس ومعاها تماثيل مصنوعه بالايد، وكميات بقى زي ما قلت لكم سبائك مطليه بالشكل الذهب كانها ذهب يعني، وهي مصنوعه من الجبس، وكل ده طبعا علشان هم طمعانين ان هم يعملوا تجاره وحيل بقى نصب يتاجروا في الاثار. الغريب طبعا انه يعني المجهود اللي اتبذل في كل الحاجات دي علشان يقدر يبيع طبعا بارقام كبيره جدا. خليني ناخد كده يعني نكمل الكلام في الموضوع ده، وناخد مدير تحرير جريده الوطن الاستاذ سامي عبد الرادي. مساء الخير يا استاذ سامي. اهلا بحضرتك استاذ سفكي. اهلا بيك. يعني الصوره بتقول المجهود الكبير اللي اتبذل في النصب والاحتيال ده، يعني ده مجهود ودراسة علشان يخرج بشكل يبقى قريب من الأثر الحقيقي. طبعا يعني خلينا أقول لحضرتك إن الموضوع مضحك مبكي، يعني طبعًا الموضوع برمته الواحد مش عارف. طبعا ما ينفعش نقول إيه الدماغ دي، دايما دماغ النصابين ودماغ اللصوص ودماغ محترفي النصب بتبقى شغاله وشغاله بقوه، ولكن يمكن على مدار عشرات السنين والارشيف الصحفي بيقول كده، بيقول ان هذه ممكن تكون اول مره تحصل انه يتم رسم رسومات فرعونيه وعمل شبيه او هيكل لمقبره فرعونيه في تاريخ مصر بالشكل ده. من الهدف الرئيسي هو النصب. أيوة. المكان اللي حصل فيه هو منطقة جبلية في بني سويس، وبالتحديد جنب منطقة أثرية جنب قرية الحيبة في الفشن. يمكن ده حصل على بعد حوالي 6 أو 7 كيلو من الطريق الصحراوي الشرقي في قلب الصحراء هناك. والبلاغ جه لوزارة الآثار، والدكتور مصطفى الوزيري فاجئ الكل وطلع في بث مباشر أو طلع في فيديوهات مسجلة قال فيها اننا هنا قدام نصبايا، وان هذا المكان كله نصبايا، هذه الرسوم والنقوش اسف يعني بين قوسين شغل عيال، وهي جايبين كتب لاثار مصريه ورسمين الرسومات دي بحد رسم، وجابوا زي فايبر وجابوا جبس وجابوا يعني ماء ذهب وطالوا بيه اشكال مربعه ومستطيله زي سبايك ذهبيه، وعملوا تابوت زي ما حضرتك تفضلتي من الفبر، وعملوا التماثيل دي، اشتروا تماثيل من مناطق زي المسكي وسط البلد والعتبه اللي هي اللي بتتباع عادي، هياكل عاديه وحطوها على انها بقى من الذهب وحاجات حقيقيه. تمام. فهنا الدكتور مصطفى الوزيري كشف كل شيء وقال كل شيء حوالين هذه القصه. طبعا هو لغز ويقيني ان جهاز التحقيق بتطور وتشوف ايه اللي حصل، مين نصب على مين لو كان في وقعه نصب، ومين اللي عمل هذه المقبره اللي جت في الجبل الشرقي في مدينه الفشن في بني سويف، وعلى مدار قد ايه. يمكن الدكتور مصطفى الوزيري حسب الفيديوهات اللي انا شفتها قال ان دي اعمار الحاجه دي سنه، ممكن تكون اتعملت على مدار السنه اللي فاتت. طبعا يمكن الموضوع مضحك جدا استاذ شافكي، ان الدماغ وصلت بهذه الصيغه ان هو عايز ينصب فيفضل يشقى ويتعب. ما ده اللي انا بقوله، طب اشقى ويتعب في حاجه يعني تجيب لك يعني وتبقى انت الناس تقول لك برافو على المجهود ده من غير النصب يعني. وانت بتتكلم كده استاذ سامي، عارف افتكرت المسلسل كامل ابو ذكري كان لازم تاخد الشوط ده في المسلسل بميت وش، ويبقى عادي جدا جوه المسلسل من الخيال، يعني انه نفس اللي بيحصل ده. يعني حاجه انا بتفق معاك في استعمالك المضحك المبكي بانه يعني
ناس عندها يعني بتحاول تعمل دقة ولكن بشكل نصب واحتيال يعني. صحيح، يعني يمكن اللغز واضح وكامل ولكن يمكن فيه نقطة فراغ أو نقطة فايتة. نشوف مين اللي عمل ده، أكيد مش هيكون في من جهة التحقيق أي تراخي، وأكيد يمكن خلال 48 ساعة أو أسبوع يعني 3-4 أيام بالكثير هنوصل إزاي ده حصل وإزاي وهل في ضحايا في القصة. صح، الناس بقى راح تشترط أو أي حاجة. صحيح طبعا. صحيح. فهو موضوع طبعا للأسف محزن، وموضوع بيؤكد أن لازم الناس تكون ثقة وفي كلمة لازم تحط أستاذ شفقي، طالما الطماع موجود فالنصاب بخير. أكيد صحيح، أنا بتفق معك جدا يعني، وهتبقى الأثار يعني اللي هو يعني أثرنا على طول العيون عليها، سواء يعني نصب واحتيال أو سرقة بشكل أو بآخر، ده لقيمتها الكبيرة. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مدير تحرير جريدة الوطن أستاذ سامي عبد الراضي، بشكرك شكرا جزيلا. زي ما أنتم شايفين ظواهر غريبة، طول النهار بنشوف حاجات غريبة. هاخدكم بقى لعيد الحب، يعني يا رب تكونوا قضيت عيد حب جميل ويوم رومانسي لطيف الناس بتحاول تعبر. لكن الغريب فيه بقى حاجة غريبة قوي، عادة يعني احنا في عيد الحب مطربين ومطربات يطرحوا أغاني كده رومانسية لطيفة، يكون بتتكلم كده عن مشاعر لطيفة ويكون فيها مشاعر للحب، فيها دفى كده وفيها يعني إنسانيات وفيها مشاعر بسيطة حتى للحب. لكن السنة دي أغلب الأغاني اللي موجودة الحقيقة بتتكلم عن حالات هجر وفراق وحزن وندم واللي راح واللي مشي واللي هجرني واللي سابني، حالة غريبة جدا. في الوقت ده احنا طول السنة بنسمع أغاني فيها إيقاع وتنطيط وهسة وكل حاجة، لكن بتلاقي كده المطربين ماشيين بقى إيه في سكة تانية. إيه اللي حصل وإيه المبرر وليه بمنتهى البساطة الأغنية البسيطة اللي هي فيها حاجة لذيذة، يعني أغاني كده زي اللي كنا بنسمعها يعني بتاعة الزمن اللي فات، حتى وبلاش اللي فات، القريب يعني تملي معاك مثلا منير لما يغني لما النسيم يعدي، حاجات كده بسيطة، لما وردة تغني العيون السود، لما الست أم كلثوم تغني يا ودارت الأيام وقابلتك ونسيت أني خاصمتك، حاجات اللي احنا متعودين عليها فيها رومانسيات. الناقد الموسيقي محمد شميس، مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا أستاذ شك، كل سنة طيبة. هو حضرتك طيب، كل عيد حب وإحنا طيبين يا رب دايما. الحب يا رب. راح فين؟ إيه الحكاية؟ حتى الحب ما بقاش حد عايز يعبر عنه. انا مستغرب جدا فعلا، المفروض دي مناسبه عاطفيه، المفروض يبقى ليها اغاني مخصوصه، خصوصا ان احنا معظم الاغاني اللي بنقدمها عواطف كلها في الاول والاخر، ما فيهاش اي بعد اجتماعي. ايوه، فكنا منتظرين فعلا ان يبقى في اغاني فعلا بتعبر اللي هو على قد الشوق اللي في عيونك يا حبيبي، الحاجات دي بطلت ولا ايه؟ ما هو دي حاجه انا مستغربها، خصوصا ان احنا دلوقتي ما بقاش كمان في صناعه للالبومات، فالمفروض ان احنا بننزل اغاني سنجل. كنت متصور ان الفنانين هيبقى عندهم يستغلوا المناسبه دي ان هم ينزلوا اغاني عاطفيه بالمفهوم الطبيعي اللي ليه علاقه بالحب، اللي هو في اتنين بيحبوا بعض، مش اغاني واحد زعلان من واحده او واحده زعلانه من واحد. والحقيقه ان الاغاني اللي نزلت الشهر ده يعني متزامنه مع عيد الحب، اغلبهم فيها زي ما حضرتك قلتي كده في المقدمه بتاعت المداخله، ما فيهاش مشاعر. حتى في الراب يعني ليجي سي كان منزل أغنية بيقول فيها مش ده اللي اخترته، يعني كان برضو بيعاتب نفسه ان هو اختار بنت. طب قولي يعني، هي اصلها ظاهرة هي فكرة انه الحالة الانسانية البسيطة ما بقتش بتعجب، يعني فكرة انه يبقى في يعني حالة انسانية ومشاعر بسيطة لطيفة ما بقتش بتشد، هو بقى بيشد الهجر والخناق وزي ما بيقول والدموع يعني ما بقاش فيه الحالة الإنسانية. هل ده حالة بقت موجودة في المجتمع ولا هو كسل؟ بص انا ما اقدرش اقول برضو كده قوي، لان يعني في عمرو دياب عامل عزيز شفحي كاتب له كلمات تعتبر لطيفة جدا بنستخدمها بشكل يومي، اول مرة تتعبر عنها في اغنية، فما اقدرش اقول برضو كده. بس احنا برضو المهرجانات لما نزلت وحققت نجاحات جماهيريه، ابتدت الاغاني العاطفيه فيها نوع من اللي هو الاستعلاء شويه، اللي هو انا يعني انا اقدر اعيش من غيرك واللي يمشي يمشي. أيوة. انا اقدر اعيش من غيرك وابقى ادور على حد تاني احبه بقى لعيد الحب اللي بعده يعني. بالظبط. يعني كده يعني.
ما فيهاش الكلام ده عكس زمان فعلا، مش من زمان قوي يعني. انا فاكر 2005 مثلا كان عمرو دياب بعيد الحب لما نزل كان منزل الكليب بتاع وماله، ايوه صح فيرست دانس يعني بسيطه جدا، ويعني بتفاصيلها لما نيجي نحللها طبعا اغنيه صعبه، بس انا اقصد مرادفاتها واضحه ومباشره، اتنين بيحبوا بعض بيتكلموا مع بعض. في الاغاني اللي نزلت بقى في 2023 ما اقدرش اقول ان مثلا غير انغام هي اللي في اغنيه خليني شويه معاك اللي كان كاتبها امير طعيمه وملحنها وموزعها خالد عز، دي اكتر اغنيه يعني دي الاغنيه الوحيده اللي فيها مشاعر حب يعني، خليني معاك يعني مش عارف انا لا فيها هجر ولا بالظبط. الباقي برضو فيه حب وكل حاجه، بس اللي انا اقصد ليها مناسبه ان اثنين متفقين مع بعض وبيكلموا بعض مفيش غير انغام تقريبا واحمد باتشان. ايوه صح. عمرو دياب برضو مقدم حاجه حلوه اللي هي بطمن عليك. عزيز شافعي الصراحه الاغاني اللي بيكتبها وبيلحنها لنفسه بيقدر يستخدم فيها الكلمات اللي احنا بنستخدمها بشكل طبيعي في الحياه اليوميه طبعا، وكلمه بطمن عليك يعني فيها مشاعر يعني لطيفه اللي هو طمني عليك انت كويس كده يعني. فيها برضو الكلمات اللي هو مش عايز اي حاجه انا بطمن عليك. انا والدتي مثلا بتكلمني يوميا عشان صحفي وبتاع بتاخر احيانا في الشغل، فبتقول لي انا مش عايز اي حاجه، فبقول لها لا انا تمام. فحاجه زي كده اول مره مفرده زي كده تبقى موجوده في اغنيه، دي موجوده زي ما كانت موجوده برضو في اغنيه. عايزه اقول لك حاجه، انت عندك اغنيه للست نجاه اسمها اطمن يا حبيبي اطمن، يعني في برضو المعنى ده كان موجود يعني. هو فعلا المعنى مش قد ما يعني قد ممكن ما يكون الناس شايفاه ان هو بسيط او ما فيهوش مثلا لغه شعريه، قد ما هو بيكون طريقه التعبير عنه عامله ازاي هي دي اللي بتفرق يعني. أكيد. عزيز في الاغاني اللي بيكتبها ويلحنها نفسه دي بيبقى شاطر فيها جدا طبعا، هو عزيز الشافعي شاطر في الموضوع ده مع عمرو دياب وموهوب واكيد يعني. خلاص احنا نستنى لو انت كده عيد الحب الجاي يمكن يعني الدنيا تختلف شويه. الناقد الموسيقي محمد شميس بشكرك شكرا جزيلا. عارفين هي ببساطه ايه؟ هي مش فكره انه ما بقاش عندنا هجر، لا هو اكيد الحب موجود، هيروح فين يعني؟ احنا البشر لم نتغير، بس هي فكره انه الحاجات البسيطه اللطيفه يعني بقت ما بتشدش، الحاجات الغريبه العجيبه هي بقت بتشد الناس، هو زهق على ملل على ايه ما اعرفش. المهم طول ما عندنا لسه حليم بيغني والست موجوده، وحتى الاجيال اللي احنا بنسمعها لغايه دلوقتي محمد منير وعمرو دياب وحماقي وكل الاصوات الحلوه وانغام وكل الاصوات الحلوه اللي بنسمعها، احنا لسه كويسين وبخير، وهتفضل احنا بلد المغنى. نغني بقى شويه كده، نغني شويه كده، هنفضل بلد المغنى. فاصل وهرجع اكمل معاكم كلامنا في التاسعة، أرجوكم عودوا إلينا. بحب جدا في التاسعة وبالذات يوم الخميس كده وحضراتكم موجودين قدام الشاشة نروح كده لعالم الكتابة، لعالم الكتابة، رواية أدبية، قصة، نروح لشخوص، نروح لعالم آخر. الكاتب بشكل عام بينقلنا يعني، أنت تبقى قاعد ومش عارف أنت رايح فين يعني، رواية تاخدك وتاخدك لشخوص والقصة تاخدك وأحيانا تستفيق يعني، فتقول إيه ده وده بيحصل، ودي تبقى حالة بينك وبين ما تقرأه، كتاب، قصة. فدي الحالة أنا بحبها جدا وبحب إن احنا ننقلها معاكم، وده اللي هحاول أعمله هنا مع ضيفي علشان الحالة دي أنتم كمان تنضموا إلينا ونعيشها كلنا مع بعض. ضيفي كاتب وروائي متميز جدا، عنده ما بين الرواية والقصة كتير يقوله، عنده يعني رواياته هتلاقي مش الاسم التقليدي، مش تلاجة وبوتاجاز شارع وحارة، لا هتلاقي اسم ما يجيش على بالك أو جملة مثلا، الطفل مثلا دايما كانت الحزن طفل نائم مثلا يعني جملة ممكن تكون، أو عاشقات مثلا عنده عاشقات الطفولة، أو مثلا أشباح بروكسل يعني اللي ودينا لحد هناك كده، أو حتى لما يكتب عن الست فيحط لها الحانة، فدايما تتساءل ليه فين امتى ازاي، دي اسئله الاعلام. ده اللي انا هحطه معاه واغوص مع الكاتب والروائي محمد بركه. مساء الخير. مساء الفل. منورنا.
أنا سعيد جدا بوجودي معاك لأن أنا من أشد المعجبين بيك. أشكرك والله، أنا كمان والله بيك وبدمياط، أنا عارفة أن أنت من دمياط. صحيح صحيح، ما جبتش مشبك ولا حاجة معاك بس لا. تمام، دمياطي أصيل طبعا. دمياطي لا لا. طيب أنا يعني خليني أبدأ، يعني بدايتك كانت الأول مع القصة، أنت أولا طبعا كاتب كبير موجود في جريدة الأهرام، لكن بدايتك كانت في القصة. صحيح صحيح، وبعدين دخلت الرواية. صحيح. أو الرواية جت مع القصة. صحيح فعلا، القصة القصيرة بتبقى عشان قصيرة فبتبقى أنسب للبدايات الأولى، نفسها قصير شوية رغم أن هي يعني أصعب عشان هنحط في فن فيها حاجات كتير، فن صعب يعني الرواية ممكن تحتمل أن يبقى في فصل ضعيف شوية، أن في استطراد شوية، شخصيات كتير، لكن القصة القصيرة وتر مشدود وشخصيتها مش كتيرة، وشخصيتها مكثفة جدا فلو أي شخصية زيادة أو أي جملة مترهلة بتبان. فبعد في سنة 2005 صدرت لي روايتي الأولى الفضيحة الإيطالية. صحيح. قبلها كان في مجموعتين قصص قصيرة. صحيح. خليني أقول أن أنت من المحظوظين أنك أخذت جايزة في سن صغير جدا في العشرينات، وكان في حضرة أديبنا الكبير نجيب محفوظ. صحيح. فبرضو دي يعني من الحاجات أعتقد اللي إيه اللي عملت جري للمشوار يعني. صحيح. دي حقيقة. كانت يعني كان الموضوع بالنسبة لي أشبه بحلم وشيء سعيد جدا وشيء يعني أسطوري، لأن أنا كنت لسه في الليسانس وبعدين أول مسابقة للقصة القصيرة عملتها جريدة أخبار الأدب. صحيح. برئاسة تحرير الراحل الأستاذ جمال الغيطاني، وكان بقى عظماء مصر الثقافية والعرب حاضرين وكده. أنا بعت اشتركت في المسابقة ومش في ذهني خالص مسألة أن أنا ممكن أفوز، اشتركت فيها وخلاص يعني، لكن فوجئت بأنه العدد اللي صادر وبيعلن أسماء الفائزين أنا موجود من ضمنهم. وحتى وقتها الأستاذ جمال الغيطاني قال أن دي أول مرة الأستاذ نجيب محفوظ يدخل مبنى أخبار اليوم. أيوة. على حضور حفل توزيع الجوائز، ووقتها طلعت الجريدة بمنشطة لسه أذكره. يعني أنت عارفة يا أستاذ شفك، الذكريات دي بتبقى أشبه طبعًا بقصة الحب الأولى طبعًا، فتفاصيلها لا تنسى يعني. فطلع المنشطة 20 كاتبًا هديتنا إلى مصر، وفعلا كان تدشين لما سمي فيما بعد بجيل التسعينات في الأدب المصري. وأنا كنت محظوظ أن كنت أصغرهم سنا، كان وقتها عندي 22 سنة. طب الصورة هي على الهواء والمنشطة أهو. أيوة صحيح بالضبط كده. صحيح. طبعا دي ذكرى أنا أخبئها في قلبي يعني. أيوة. 20 كاتبا. من الحاجات الغريبة ودي الصورة. أيوة بالضبط. ديت الصورة، أنا السهم الأحمر بيشير إليه. كانت عشان فعلا لما الناس بتقول لمصر ولادة ده مش من فراغ يعني. وقتها كان المفروض 10 أسماء يفوزوا، هم فوجئوا بأنه في نصوص كتيرة جدا جدا تستحق. تمام. فخلونا 20 يعني، من كتر ما مصر ولادة فعلا. طيب أنا عايزة أتفق معاك، وإحنا كده في بداية الحوار نعمل نظام للحوار ده. اتفضل. الحوار ده مش هيبقى ماشي بالترتيب. تمام. زي ما هتاخدنا الكلام روايه قصه هنقف فين. تمام. ويعني نجاوب باختصار عشان ناخد كل الاسئله. ماشي اوكي. ايه رايك؟ اتفقنا. نعتبر ده وعد. خلاص. نبدأ. ده دستور. الروايه المصريه، يعني الروايه المصريه في جدل الايام دي، يقول لك في ناس تقول لك يعني الروايه ما فيش الفرق بين الروايه والقصه، وبقى في كده دمج ما بين الروايه والقصه، رغم ان احنا شعب الادب يعني عندنا ادبائنا الكبار اللي كتبوا عشرات ومئات الروايات اللي موجوده عندنا، وعندنا نجوم وادباء كبار كتبوا للقصه القصيره، فالقصه القصيره والروايه بينين، لكن لماذا هذا الجدل هذه الايام؟ يمكن لأنه كتاب القصة القصيرة حاسين أن هم مظلومين، وهم والشعراء في الحقيقة في فنين كبار مظلومين حاليا. الشعر والقصة القصيرة مظلومين بمعنى إيه؟ دور النشر لا ترحب بإنتاجهم، في انطباع أنه الكتب دي مش بتوزع، رغم أنه في الستينات والخمسينات كانت القصة القصيرة هي المتوجة على عرش الأدب في مصر. طبعاً. وطبعاً ابن الكبير يوسف إدريس كتب قصص قصيرة كثيرة جداً لم تتعدى ورقة ونصف بالضبط يعني.
بقالنا 10 15 سنة يمكن 20 سنة الرواية هي المتصدرة المشهد في مصر وفي العالم العربي، فيمكن من هنا من وقت للتاني بيجي الجدل ده. أكيد. طيب خليني بقى أقول الرواية، فأقول الرواية عندك كانت في الزائر عاشقات الطفولة أشباح بروكسل. صحيح. دي رواية. ولو هنتكلم على القصص فهي كوميديا الانسجام، ثلاث مخبرين وعاشق الحزن طفل نائم. مظبوط. صحيح. آيس هارت في العالم الآخر رواية. صحيح. يعني أنت بتروح ما بين الرواية، مجموعة رواياتك وقصصك موجودة ما بين الرواية والقصة. متى تقرر لا أنا بكتب رواية، لا أنا رايح للقصة؟ أنا خائن من الطراز الأول. أنا خنت محبوبتي الأولى اللي هي القصة القصيرة. وفي الفترة السنوات الأخيرة مركز في الرواية لسببين. في سبب أنه الرواية أنسب للموضوعات اللي أنا عاوز أخدها. يعني مثلا أنا رحت بلجيكا بروكسل، كنت مراسل لجريدة الأهرام في الاتحاد الأوروبي، فاستفزتني التجربة الأوروبية والحياة في مدينة بروكسل. هي الحياة فيها مش شيء سعيد قوي لأنها مدينة رمادية وفيها قدر من الكآبة شوية والمطر والجودة. فأنت خدت أشباح من شكلها يعني. خدت من الأشباح، واتكلمت كمان عن فكرة المتطرفين العرب اللي هناك وإزاي شعب وديع ومسالم ممكن يتعرض لأشياء وكده. ده أستاذ شفكي الأنسب ليها الرواية. فطبيعة التجربة هي بتحدد ليك القالب ده. لكن أنا لازم أعترف أنه في جزء فيا واعي، وهو اللي بقول خائن، أن أنا عارف أنه الرواية أكثر جاذبية وبريق، ففي جزء من انحيازي لها مقصود. فيها كمان ارتياح، يعني تقدر تستطرد. بالظبط. يعني انت في القصه ما صعب بالزبط. تستطرد بالزبط. لكن عاده الروائي يعني يستطرد في معلومه بالزبط. وانا كقارئ اشبع من المعلومات. احيانا كثيره ده ما بيبقاش موجود في القصه مثلا. لا مش موجود في القصه. دي حقيقة. وكمان القراء، ما احنا لازم برضو نحط في حسباننا الطرف صحيح. اساسي في اللي هو القارئ. القارئ يبدو ان في احتياجات نفسيه عند القارئ، ان هو عاوز مساحه واسعه، يعيش عاوز في حاله من الفضفضه، تعيش في خيال. عاوز تفاصيل اكتر واكتر. والشيء المدهش اللي انا سعيد بيه الاجيال الجديده، اللي احنا دايما نقول ما فيش حد بيقرا. لا طبعا ده بالعكس، ولا بيقرأوا كتير، بيقرأوا بشغف. يعني طيب انا هستخدم من جملتك زي ما اتفقنا في الحوار، انت تمام. قلت انا خاين للروايه. هل انت خاين للمراه لانه المراه عندك مش محبوبه قوي؟ في عندك مشاكل في كتاباتك عن المرأة. بس انا ينفع اقول كده؟ انا عندي حالة يعني حتى عند السيدة ام كلثوم، بس هنخلي ام كلثوم لوحدها. يعني انت عندك المرأة في كده مشاكل مع المرأة في كذا حاجة كده انا كنت قريتها. يعني مثلا في الفضيحة الإيطالية اللي بتتكلم عن قصة حب بين مصر وبين إيطاليا، بالعكس في عشق وتقدير ليها، وهي اصلا اكثر تسامح، ويمكن البطل فيها عنده حاله غضب شويه من مشاكل في الواقع. الاوروبيه الايطاليه هي اكثر تسامح وتفهم للواقع اكثر منه. بس عندك نظره يعني للمراه متكرره شويه. ممكن يكون، يعني انت فكرتيني مثلا باحدى الناقدات قالت انه في نظره ذكوريه. أيوة. بتستخف بالمراه شويه، او يمكن شايفاها ماده للجمال. يمكن في الكتابات الاولى. لكن انا بعتقد انه مثلا في اشباح بروكسل، أحسن. وفي الفضيحه الايطاليه احسن المراه. مين من ادبائنا وكتابنا كنت شايف ان المراه عنده محطوطة في مكانها كما يجب؟ لو عملت مقارنات بين الأديب الكبير نجيب محفوظ وأحسان عبد القدوس، مش عشان أحسان عبد القدوس كتب كثيرا للمرأة، ولكن في روايات كتير مختلفة. يعني مثلا أو يوسف إدريس، خلينا ندخل، أو يوسف السباعي، أو طه حسين، يعني أو خيري شلبي في رواية الوتد. طبعا. لا ده رفع المرأة جدا. جدا. هو ميزة خيري شلبي إن هو راح للمنطقة، للمرأة في مناطق خارج المدينة، مناطقها الشعبية القريبة. الوتد الحقيقي. صحيح. يعني صحيح. لأنه هو كمان جمله كلها، هو عنده ريحة الشعب في رواياته. المرأة في الريف وفي الصعيد وفي الحارة الشعبية قائدة وبتقود، عندها حس قيادي. بس ذكاء المرأة إن هي تتراجع خطوتين
وتدي حق للرجل ان انت الكل في الكل. تمام، انا هتراجع خطوتين وهديك حق ان انت الكل في الكل دلوقتي. طيب مع تراجعي هروح بقى معاك للروايه. اتفضل. ليه الاسم ده ايس هارت في العالم الاخر؟ خليني اقول لمشاهدينا ده اخر روايه موجوده في معرض الكتاب، وبتتكلم عن مع الغلاف عندنا لو مقرب او ممكن مخرجنا يجيبه اكتر هنا. موجود على الشاشه. الغلاف مرعب، يعني في جو من الرعب. انا شخصيا بخاف من الرعب، بس يعني في حاله من الرعب. والروايه بتتحدث عن برضو ادينا فكره عامه، يعني بتتحدث عن العالم ما بعد الموت. انا عندي يعني مشاعر زي اللي موجوده لدينا، اللي هي فكره القلق من ما بعد الموت، هنشوف ايه، المجهول بتاع ما بعد الموت. تمام. وكان عندي انزعاج من انه في الخيال الشعبي او في بعض الاصوات المتطرفه اللي بتخليها تجربه قاسيه ومؤلمه، وهتشوف وحاجات كده حتى لو اتقالت بحسن نيه. ففي الروايه بتحمل خبر سعيد للقارئ انه الموت مش فناء ومش رعب ومش خوف. لو انت بتملك الحد الادنى من القلب النقي هتعيش حاله من رحلة روحية جميلة جدا، وفيها إشراقات نورانية، وفيها الكثير من الجمال واللطف. فحبيت أعبر ده. طب وانت ربطتها بفنان تشكيلي عايش في حي شعبي بالظبط، فانت عملت برضو ايه يعني مفارقة غريبة جدا. ولو ان انا بتفق معاك الفنانين الحقيقة لو لم يعش في حي شعبي ممكن ما يطلعش الجمال اللي يبقى موجود. ويمكن في الرواية كمان يعني بعد ما مات الناس بدأت تشوف ازاي الراجل ده كان بيرسم ناس بلا ملابس وحاجات كده. صحيح. ما خفتش هنا من الرقابة المجتمعية؟ انت عارف الرقابة المجتمعية بقت اصعب من اي رقابة اخرى. صحيح، برافو عليك. فعلا ده دلوقتي الاصعب من الرقابة الرسمية رقابة رجل الشارع. والحس اللي هو اللي ممكن يبدو ظاهريا حس محافظ لكنه فيه مزايدة شوية. وكمان الأسوأ من ده أستاذ شفقي الرقابة الذاتية. طبعًا. إن أنا وأنا بكتب بقيت بقى يعني في رقيب جوايا. أنا بشوف كتابات ليا كتبتها من 20 سنة إزاي كانت جريئة ومندفعة وعفوية وتلقائية وتخلو من الحسابات. أنا بعترف قدامك أهوت إن أنا حاليا مقيد بكثير من الحسابات اللي في أماكن كلما مختلفة. كلما نضجنا كلما بالزبط. تحسسنا زي ما بيقول. بالظبط بالظبط. فعلا الخوف بيزيد لما بنكبر عشان بقينا عندنا وعي لكن كل حاجة. لكن بمناسبة الرقابة أنا عاوز أحيي من خلال منبرك على سبيل من خلال تجربة شخصية الهيئة المصرية العامة للكتاب. تمام. عندهم حس تقدمي جدا لدرجة إن أنا في بعض الحاجات لدرجة بقوا هم يعني أحيانا بيبدو لي إن هم أكثر استنارة من النشر الخاص. يعني المفروض دار النشر الخاصة عندها أفق أكتر. لكن بس ده يطمني لأنه ده هنا كده ده دولة، يعني الدولة ما يبقى عندها هذا التنوير. صحيح. والوعي يبقى احنا ماشيين صح. صحيح. لا يعني مش إنه دار نشر حكومية يبقى أنا نشرت في أشباح بروكسل، وبقول لك بكل صراحة فيها بعض الجمل أو المقاطع حاليا الناشر الخاص لا يجرؤ أن ينشرها. طيب ده شيء يطمن. خليني برضو هنا أرجع وأقول لك يعني عندنا كده حاجة بقت غريبة شوية في فكرة الجديد في الرواية أو التيار الجديد للأدباء. هما يعني بيعتبروا أنه محمد بركة اسم من الأسماء في الكتابة في التيار الجديد. أنت شايف نفسك فعلا كده من الشكل الحديث اللي بقى موجود؟ صحيح. هو أنت لمستي إشكالية أساسية. أنت لما تيجي تكتبي أدب هتهتمي بأنك تعملي شكل تجريبي مختلف تكسري به الأشكال المتعارف عليها السابقة. طيب هتقع هنا في مشكلة أنه النص تجريبي وجديد بس مش شيق عند القارئ. مش معلهوش إقبال من القارئ. فطيب أنا مش عاوز أفقد القارئ، وفي نفس الوقت مش عاوز أكتب كتابة شبه اللي كان بيكتبها الأستاذ نجيب محفوظ. طبعا هو الهرم بتاعنا. طبعًا. بس دايما في الأدب في حاجة اسمها قتل الأب. قتل الأب بمعنى مش بالمعنى الحرفي للكلمة، بمعنى التجاوز. يعني أتجاوز السابقين.
فهو ده التحدي يا استاذة شفكي، انك انت ازاي تكتبي نص شيق وحميم وقريب من الناس وفي نفس الوقت ما يبقاش تقليدي. فده اللي بحاول، انا نجحت ولا لا مش عارف. طب انت موافق على هذا المصطلح؟ إن انا بنتمي لكتابة جديدة؟ كتابة جديدة؟ بعتقد كده، انا بعتقد ان انا بكل المعايير يعني لا انا بنتمي لتيار مختلف او جديد. تيار مختلف. هل الكتابة الجديدة، ودي اخر حاجة قبل الفصل حضرتك تجاوب عليه، هل الكتابة الجديدة قبل ما بمسك قلمي وبكتب برمي ودني في الشارع اشوف الناس عايزة ايه؟ في كتير جدا بيعملوا كده عشان نكون صراحة. حضرتك بتعمل كده؟ لا انت جديد. انا بحاول يعني اراعي ولكن لا اخضع. اراعي ان في قارئ، انا عاوز، انا بكتب حاجه عاوز الناس تقراني، بس ده مش معناه ان انا اكتب ما يطلبه القراء على غرار ما يطلبه المستمعون. يعني اكتب ولكن لا اتجمل. بالظبط، يعني اكتب هي ولا اتجمل. بالظبط، قريبه يعني. بالظبط. طيب انا هاخد فاصل مع حضراتكم وهسهدكم بشكل كبير جدا عن الكاتب الروائي او القصاص زي ما بنقول محمد بركه. كتب روايه عن الست ام كلثوم. اذا كنتوا من عشاق الست هتسمعوا كلام جديد وغريب ومختلف. ليه؟ الاجابه هتكون عنده. انتظروا حانة الست بعد فاصل قصير. الكاتب والروائي محمد بركة في فاصل قصير.